احنا كل اذا كان ما نجموش ندربوا يلزمنا نمشيو ندربوا في الجزائر، اذا كان ما عندناش امكانيات فنساعد نمشيو ندربوا في فرنسا، ما نجموش ديما في الاوروب. يلزم علاقاتنا مع الجزائر مع المغرب قاعده تتطور، ورؤساء الجامعات نتاعنا كل اصحابي والناس الكل يحبوا نجيو. جاو الجزائريه خذيناهم زاد بريزون شارج لاعبين، احنا مشينا تو خذونا بريزون شارج في قاعده لاعبين، والحمد لله ان شاء الله بشويه بشويه قاعدين نتطوروا ان شاء الله. فما كان الخير لرياضه الجودو التونسي ان شاء الله. واحنا نحكيو على البنات ده ايضا بالنسبه للجامعه نتاع الجودو قاعده تخدم اون باغليل، معناتها فما جامعات تركز شويه اكثر على البنات، نحكيو على الملاك من بر، نحكيو على الرجبي، فما تركيز على العنصر النسائي، في الجودو فما كيف كيما البنات كيما عندك عناصر معناتها متالقين معناتها في نحكيو اواسط ولا اصغر ولا اكابر كيما بنات كيما الاولاد ويساعد، ما فماش شكل الغيره شويه. اغلب الجامعات الاخرين يعني يركزوا على البنات على العنصر النسائي خاطر لكن اسهل شويه في المستوى النسائي الميداليه نتاعو اسهل من العنصر اكيد من العنصر نتاع الرجال، خاطر كما تعرف قد ما لا ديفيرونس نتاع القوه نتاع البنيه ما تنجمش تفوت البنيه برشا في القوه، مي في الراجل يجم يولي تريبل فوا كاتر حتى في الوحده باش يجم يولي اقوى من الراجل، مي البنات قد ما تفوت ما تنجمش تفوتها بقوه برشا في المورفولوجي نتاع بدنها كل شيء ديما قراب شويه لبعضهم، تنجم تفوتها سي بلون تكنيك تنجم تفوتها سي بلون بارتيسيباسيون في دعنا. مي القوه والتكنيك قراب شويه لبعضهم، هذاك علاش ديما الميداليه في البنات اسهل. وانت كان شفت حتى الميداليات الاولمبيه اللي هزناها في رياضات فرديه في جوين اغلبيتهم بنات، على خاطر ديما البنات اسهل شويه، وهذاك علاش جامعات. وهذاك الشيء لازم راه في كوبا قبل كانت كوبا قبل عمرها ما تجيب اولاد، تجيب كان بنات، على خاطر كوبين عندهم مفروض دوك فاهمين فاهم الخطه فاهمين برا، فما ناس قويين في الاولاد فما ناس قويين. احنا لازم نشوف احنا قاعدين توا هاك شفت حتى كي تجيب لنا اربع ميداليات في الاكابر، زوز بنات وزوز اولاد، معناتها جينا قد معناتها